تاني. السردين السردين يا سلام. سمك السردين جديد كما كتشوفوا. هنا كنعرفوا طراوة ديال السمك من الخياشيم او الخراشيف.
ثلاثة ديال تشويحة. اللي يسأل ما هذا، هذا السردين معروف به المملكة المغربية، ومن أجود السردين في العالم هو السردين المغربي على الفحم أو الفخر. نقوم برش الملح كثيرا هكذا اللي على اللي يعرف علاش كرش الملح هكذا يقول لي في التعليقات.